وزير، في عندي ليكم مفاجأة كبيرة قوي. في معايا صورة ليكم انتوا الاثنين مع بعض وفي مكان لا يمكن هتتخيلوه. مع حضرتك يعني؟ اه معايا. متأكدة ان الصورة دي بتاعتنا؟ اه حضرتك معايا. انا اسفة جدا، يبدو ان هي مش معايا. سوري. ايه ده؟ بعد اذنك البيت. اهلا وشوف يا فندم. تعال 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 يا احمد. ايه استنى، ما شربتش الليمون. الليمون طلبناه ولا نوش؟ طيب يا فندم، ده كلام معقد؟ ده كلام حد يصدقه؟ شوف بقى العفاريت اللي عندك. أنا مش مبسوط بالطريقة دي. طب حضرتك ممكن تجيب لها كوباية؟ لا أنا زعلان من حاجة. ازعل ازعل، عشان حضرتك بتقولي على حسابي. ماشي ازعل. دلوقتي حضرتك بتغلطي فيا أكتر من مرة، أرجوك ما تغلطيش فيا. غلطت فين إن شاء الله؟ أهو الأستاذ عمال. يا عم غلطت فيك في إيه؟ بليز طارق، أنت عايز إيه؟ إيه بقى ليه الأستاذ عمال يتكلم؟ أنت مالك بيه؟ كلمني أنا. كلمني أنا ومالكش دعوة بيه خالص. حضرتك عايز إيه بالظبط مني؟ لما عمال تكلمني بأسلوب مش طبيعي. ما أنا قاعد أقول لك بليز طارق لو سمحت. لو سمحت. نعم. الناس كلها شاهدة حضرتك. شاهدة في ايه؟ شاهدة في الليمون ان شاء الله. بليز طارق لو سمحت. بصي حضرتك، عايزه اقول لك على حاجه. نعم يا ماما. فاكره وانت بتشربي العصير وبتقولي الله تستطعمي وتعملي بجد والله؟ آه. بليز طارق لو سمحت، انت بقى اللي شفتيها بتشرب الليمون وبتعمل حلو قوي. دي مين دي بقى؟ انا. انت شايفك انت كويس قوي وانت بتشربي العصير. انت ايوه شايفه. على فكره شكلك كده عينيكي عايزه تتخرم عشان تشوفي كويس. نجيب لك كوبايه ليمون على حسابك. لا على حسابك ليه ان شاء الله؟ بالظبط كده. هجيب لك كوبايه ليمون غيرها. حاضر. على حسابي. ها؟ حاضر. انا تحت امرك. اتفضل حضرتك. واسف. ماشي. اسف يا استاذ طارق. طب اتفضل. اقدم هنا الليمون حضرتك. انا اول مره نشوف الاسلوب ده في المكان ده. اسلوب غير محترم اذا كان من الانسه ولا من الاستاذ. عمالك لطاشي دي وعمالك لطاشي. انت مالك اصلا؟ انت مالك؟ انت مالك؟ ايه محترم المكان؟ انت مالك؟ انت مالك؟ وفي ايه متبطلين؟ لا لا لا، انت راميه ودنك. ها؟ راميه ودنك؟ حاجه غير عاديه. بص قدامها، بص قدامها. وسامه دي باينه عليها مجنونه ولا ايه؟ ما تعرفش. اه ده ده بيستقبله. اه انت يا ولاد. ايوه يا فندم تحت امرك. اهلا يا ملاك. اتفضلي حضرتك. ملاك يا اخواتي قدامي. يا رب يكون عجبك. يا رب. لا بجد جامد. استنى دي فين عشان ما اكسرهاش على دماغك. على دماغك مين؟ على دماغك. بليز طارق دي اتشربت. ازاي حضرتك؟ تاني مره تتشرب. ازاي؟ مين حضرتك شربها؟ مين ايه؟ مين شربها؟ بليز طارق لو سمحت اسكت. انت عارف كويس مين اللي شربها. يعني ايه حضرتك؟ شغل حلنبوحه بتاعك. يعني ده يعني انت بتشربي الليمون مرتين وتقولي ان احنا شربناها. مسعوره. هقعد حارس جنب الكوبايه حضرتك. لا ما تقعدش حارس. يعني اعمل ايه طيب؟ ما تقعدش حارس. تعرف الكوبايه بتروح فين؟ لا يبقى في حد شربها مثلا جنبك. حد خدها مني؟ مين جنبي؟ مفيش حد جنبي. مين جنبها؟ انا يعني ومين اللي بليز طارق لو سمحت. يعني يمكن حضرتك انت بليز طارق باين ولا اسم حضرتك ايه؟ يا كفه. انا مش عارف. القفه اللي انت فيها دي في ايه؟ القفه اللي انت فيها دي. ما انا مش فاهم حاجه. انت كلمني كويس. اتفضلي حضرتك. كلمني كويس يا فندم. انا تعبان وعيان وعندي انفلونزا. يا شيخ انا عندك المراره. اه او ما كسر على دماغك شرايحك؟ تكسري ايه؟ كسرت الكوبايه على دماغك. على دماغ مين؟ هو انت تكسر ازاي؟ انا في ايه حضرتك؟ الكوبايه كانت مليانه. يعني بتضربيني حضرتك؟ هضربك. في اسلوب بالطريقه دي؟ اه اسلوب. هو كده اسلوب. هو اسلوبك كده. اسلوب كده. هو اسلوبي كده عشان اشكالك كده. ايه يعني كوبايه ليمون حضرتك؟ كوبايه ليمون؟ ايوه. ايه يعني؟ كوبايه ليمون. حلو كده؟ اتبسطت؟ ايه رايك؟ ليه كده حضرتك؟ احمد ربنا ما دخلتهاش فوق دماغك. بتكسري الكوبايه حضرتك في اسلوب كده؟ اه هو اسلوبي كده. يعني ايه اسلوبك كده؟ يعني هو اسلوبي كده. يعني ده اسلوبك؟ اه هكسر عليك دي كمان؟ لا 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 لا، انا هوريك اسلوبي بقى انا كمان. انت يا محمد في شارع ايه؟ انا؟ اه انا مخلص كليه. ايه ده؟ هي الحاجات اللي على العربيه تفضل زي ما هي. ايه ده؟ دي ما بقتش عربيه، دي بقت فترينه ملابس. حاجات ايه يا استاذ اللي انت حضرتك بتتكلم عليها؟ عربيتي. واقف بتبيع في الشارع. ببيع ايه؟ البضاعه دي بتاعت مين؟ بضاعه مين؟ ايه اللي بضاعه مين دي؟ الحاجه دي بتاعت الحاجه دي دلوقتي يا حاجه دوده. ايوه. مش دي حاجتك انت؟ حضرتك في حاجه قلتها لك ان ودني اليمين دي عشان فيها تحلق. وقلنا الف سلامه عليك. الشمال تحلق ودني اليمين عشان كنت بلعب رمايه. رمايه؟ انا بطلت رمايه حضرتك. انا مش عارف 23 سنه. مش عارف مين انا؟ مش عارف لك حاجه. انت سباحه ولا في الرمايه ولا في ايه بالظبط؟ انا في الاثنين كنت متفوقه جدا على فكره. خلينا يعني في الحاجات اللي انت جبتها لي دي في عربيتي. جبت ايه حضرتك؟ الحاجات دي الاستاذ بيكلمني بيقول لي ايه الحاجات دي.
دي ايه دي؟ ايه دي بتجي حاجاتك انت وانا اعمل الخير؟ انت تدوني شر؟ انا جبت الحاجات دي. تمام. طب مين اللي جاب البلاطي اللي هناك دي والقمصان والحاجات دي؟ انا اعرف انا مش عارف انا فين اساسا؟ انا مش فاهم في سيرك ولا في ايه بالظبط؟ انا بقول لحضرتك إيه بقى؟ حضرتك انت ايوه انت ذات نفسك انت ايوه ايه؟ قلتيلي اذا سمحت. انا مش سامعاك. قلتيلي اذا سمحت يا محمد ممكن تعدل لي الحاجه دي بعد ما اتعرفت على اسمي؟ ايوه. طيب خلاص انا خدمتك انا قلت وكل حاجه. اما انا ما يعني انا هتبلى عليكي؟ صدقني الحاجه دي بتاعت حضرتها وبتاعت الاستاذه ولا الانسه فريده. ما تتكلمي. مش انت مش تبعها. بقول ايه؟ تقولي ايه؟ اه كلامها صح يا بنت الحلال. اتكلمي. طب احنا بنقول دي ست كبيره مش عاقله. انت بقى انت ذات نفسك انت ضد كلامها صح. احنا ضد مين كل يوم. يا بنت الحلال ما تخلينيش اغلط فيها. دي ست كبيره دي ما بتسمعش. يا حاجه شيلي الحاجه دي احسن ما بصي كله في الشارع كله بره بقى ولا مثل ولا زفت. قولي لي لو فونت زياد لو في بيان. يا سلام ده ملبس منبوني ده ولا ايه؟ انت ست باي باي. ايه اه والله متخلفه. انت ما تعرفش انا مين. انت ايه؟ انت الحاجه تحلب. انت بطله الرمايه. انت في مخك قطط والده. انت انسانه مش عاقله ابدا ابدا ابدا. انا ايوه انت. لا انا احب اعرفك انا مين بقى. عرفيني انت مين. اها بصي بس بصي بس بصي بس هنصور قدام الناس. بصي بس بصي بس بصي بس هنصور غير ما تحس. يا كابتن كابتن. حضرتك مش مديني انا؟ ايوه مش حضرتك ابن مصطفى البقال بتاع ال... لا والله انا مش ابن مصطفى. انت جبنا رومي؟ لا والله مش انا. امال اسم حضرتك ايه بقى؟ انا اسمي احمد. حضرتك احمد انت هنا من حته يا احمد؟ لا والله انا كنت عند واحد صاحبي حضرتك في زياره ومروح. ايوه كنت. طب عايز اديك حاجه يا احمد. ليه انا حضرتك؟ اي يا ريت. انت اخي انت ولد مؤدب وكلك ذوق. خد امسك. شكرا حضرتك. دي ليا انا؟ عليك انت. كنت طالبه منك طلب صغير. يا راجل بتاع البوست عجب الجواب ده. انا بس عايز حضرتك تقراهولي لو تقراهولي بعد اذنك لان انا يعني نظري بقى على قدي. معلش حضرتك. مع ان انا كنت بطله رمايه زمان. زمان بقى معلش حضرتك. كنت بطله رمايه عنيش النشان يعني كده طوالي. ربنا يديك الصحه. الله يخليك. اتفضل حضرتك. الجواب ده لحضرتك؟ مش سامعاك. في حجره تحتيك ممكن تطلع عليه؟ ايوه حضرتك. ايوه شكيله قوي. معلش عشان مش سامعه صوتك يعني. الجواب ده لحضرتك؟ ايوه ده جاي لي انا حضرتك. حبيبتي وديده. مين ده؟ حبيبتي وديده. ممكن تعلي صوتك سنه؟ حبيبتي وديده. ايوه سمعتك. اليوم اللي بيعدي عليا من غير ما اشوفك ما بيتحسبش من عمري. بحبك قوي. ايه؟ بحبك قوي. علي صوتك شويه يا ابني. بحبك قوي. ايوه ايه ده؟ يا نهار. يا في ايه؟ ايه يا استاذ؟ في ايه حضرتك؟ في ايه؟ ده ابني شافنا. ابنك حضرتك شافنا؟ انا بعمل ايه حضرتك؟ شافنا يا احمد. شفنا. طب انا ما شفنا حضرتك. احنا بنعمل حاجه غلط يعني ولا ايه؟ مشي جورج. دي كونفيستونس دي كي دي جون. ايه يا استاذ جو... يا مسيو جورج حضرتك ما بيفهمش عربي حضرتك. طب حضرتك فاهمين ان انا مش غلطان في حاجه. انا جايه لك يا استاذ جايلة. حضرتك انا ما في ايه حضرتك؟ قسما بالله ما عملت حاجه. احمد ولد طيب يا ست. شكرا. انت انسان رقيق وطيب. ربنا يخليك. شكرا ومحترم. طب شكرا حضرتك. لانك ايه ما دخلتش من الشباك. انت دخلت من الباب. دخلت من الباب اعمل ايه حضرتك؟ انا ماشي حضرتك. ندعت عليا يا استاذ فؤاد حضرتك. انا ماشي حضرتك. قالت لي ايه الجواب ده؟ انا قلت لك ايه؟ قلت لي ايه الجواب فيه حضرتك؟ انا قلت لك. انا قلت لك ولا انت بتقول لي؟ انا جايب لك معايا الورده الحمراء. انا قلت لك ورده حمراء. الورده بتاعت حضرتك ايه؟ خد الورده يا استاذ. لو سمحت حضرتك في كلمة. مش بالطريقه دي. في كلمه واحده عايز اقولها لك. اه طب انت مش قلت لي ربنا يسهل يا رب وفؤاد يتجوز والبيت يفضح ونتلم على بعض ونقعد؟ ما حصلش. عايز ايه؟ عايز امشي. انا مش بالطريقه دي كده. معلش. عايز ايه حضرتك؟ عايز امشي. امرني حضرتك. عايز ايه؟ عايز امشي. ايه؟ امشي. انا مش هاجي الشارع ده تاني. معلش انا اسف. انا غلطان. ايوه ما احنا بعد كده لو انت هروح شقتك ونتجوز فيها يبقى مش هنيجي هنا كده. يا ستي ولا تتجوزي ولا تعملي حاجه. انا عظمي زي الحلاوه الطحينيه. عارف والله ان عظمك زي الحلاوه الطحينيه حضرتك. طب ايه ده؟ بتقول ايه؟ حضرتك انا عارف ان عظمك زي الحلاوه الطحينيه.
انا عبي ماله زي الحلاوه الطحينيه. انا ما اعرفكيش يا ستي، انت شفتيني قبل كده؟ امال عايز ترتبط بيا ليه؟ ارتبط بيكي مين حضرتك؟ حضرتك انت قد ام امي مش كده؟ قد ام امي يعني مش كده؟ مش بالطريقه دي. انا كل سني 74 لسه ما كملتش 75 سنه كمان حضرتك، وبتقولي لي ارتبط بيكي؟ حضرتك انت عارفه حضرتك انا عندي كام سنه؟ كام سنه انت؟ انا عندي 22 سنه. لا جورج دي زاد يا توفي غبا ادرس تي في دي غازي ودي فو غادي. لا 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 عارف انا بقول له ايه؟ نعم حضرتك انا بقول له ايه؟ واضحه يعني بتقولي له اضربه. بس الجواز بالاتفاق يا ستي. جواز ايه؟ اتجوز واحده قد ستي؟ حرام عليكي. ايه ده؟ اتجوز واحده قد ستي؟ مش سامعاك. اتجوز واحده قد ستي؟ عيب يا واد ما تقولش كده. يا ستي حرام عليكي، حرام عليكي اللي بتعمليه فيا ده. انا عملت لك ايه؟ عملت لك ايه؟ في ايه حضرتك؟ حضرتك انا عايز امشي بقى، حرام عليكي اللي بتعملوه فيا ده. انت عارف الشقه كام اوضه؟ يا ستي انا مش عايز اعرف. لا اسال سؤال. كام اوضه؟ جوه هنا؟ اه. سته. طب يا ستي شكرا، ربنا يخليهم لك، امشي انا بقى. تخلي ايه؟ الاوض. اخلي ايه؟ ربنا يخليهم لك. ايه هما؟ الاوض. ايوه انت عظمك زي الحلاوه الطحينيه. نعم عظمك زي الحلاوه الطحينيه. عظمي ماله؟ زي الحلاوه الطحينيه. انت انسان لطيف. شكرا يا شكرا يا ماما. انت بتقول ايه؟ شكرا يا ماما. ماما؟ اه. ماما ايه؟ موي لما شتحك. شكرا يا حاجه. شوف دي فور كونستيتي فانتي با ودي فيسيون. خلاص هم بعد هم ليك. هقول لك انا الحقيقه. ايوه مش حضرتك اوعي ايدي بقى كده. اوعي ايدي. انا مش هاجي هنا تاني ومش هعرف الحته دي خالص. صاحبي ده جزما لو جيت هنا تاني ولا هنزل من باب البيت خالص. ايه ده؟ ايه ده؟ تعال احمد. احمد